الاحتلال والاحتلال المرتبة الثانية في انتظار بطبيعة الحال النتائج الأخرى. ويش ثم بن شيخ. محاولة فردية ومخالفة لصالحه. كان متبوع بكل من بن جبلة الدراجي وابو الحجينات. بن شيخ تقص. بن شيخ ثاني شوف يذكرنا بن شيخ الايام وتعديل النتيجة بتيزي وزو لحظات في تيزي وزو. إذن ربما راح تساعد أكثر تيزي وزو في انتظار دائما نتائج اللقاءات الأخرى. احنا دائما مع الشوط الأول على كل حال. المخالفة لصالح مولودية الجزائر لا يمين الحارس كساي وفي التنفيذ بن شيخ. بن شيخ اللي راه يقوم بدور كمنسق في وسط الميدان بين العناصر الوسط والهجوم وشارك كذلك في الهجومات. طويلة من بن شيخ تنفذ والدفاع. المخالفة لصبار هذه المرة. صبار اللي يتميز بالقذفات القوية ولكن يتركها لبن شيخ. ربما راح تكون تمريرة قصيرة او بن شيخ وكذلك صبار قوية ما كانتش قوية عكس ما الشيء اللي عودنا به لاعب صبار القذفات القوية سجل عدة اهداف. لاعب صبار لاعب سابق في رايد القبة. عشر دقيقة لعب نتيجة صفر مقابل صفر. وخطأ خطأ خطأ ارتكبوا إذن خطأ ارتكبوا الحارس ومخالفة لصالح مولودية الجزائر داخل منطقة العمليات. تنفيذ بن شيخ وصبار. بن شيخ تبقى وتخرج جانبية تخرج جانبية بعد الخطأ اللي ارتكبه الحارس كساي مشي بالكرة. بالتالي خطأ كان لمولودية الجزائر وخطر هدد مرمى كسر سرع. علوش طويلة طويلة سيئة وين موجود سرار ثم الحارس كساي. فيه ضغط في الخمس دقائق هذه من جانب اتحاد او من جانب مولودية الجزائر اللي ربما اصبح يلعب كرة احسن من الخمس دقائق الاولى. مزيان اتجاه بويش مازرقان قص الكرة. تلقى لي زرقان ثم رحماني تمريرة سيئة. صبار بن شيخ ويلا وسرار دائما شوف كمدافع حر يستقبل الكرة بكل جدية بكل مرة يستقبل
الكرات الضائعه.